نشرة الأخبار مع علي الربيعي. انتصاف الليل بتوقيت بغداد، هذه نشرة مفصلة للأنباء. البداية في العناوين: طائرة تركية تقصف عاجلة في سنجار وسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد. البرلمان يدرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية والضمان الصحي على جدول أعماله جلسة اليوم. وبعد زيارة ميدانية، وزير النقل يؤكد عدم تأثر ميناء الفاو بموانئ المنطقة ويتحدث عن آلاف فرص العمل. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران، وأوروبا تحذر من دخولها حيز التنفيذ. هذه التفاصيل أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن سوء الإدارة كان سببا لما حصل لأبناء الشعب على يد عصابات داعش. الكاظمي أشار خلال استقباله عددا من الناجيات من داعش إلى أن التكفير أو التفكير بهذه الحوادث المؤلمة هو لتجنب تكرار ما حصل، فيما أبدى الكاظمي اهتمام الحكومة وحرصها على دعم جميع الناجيات والناجين من خلال التحقيق وتحقيق مطالبهم المشروعة. أعلنت خلية الإعلام الأمني استهداف محيط مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا. الخلية وفي بيان مقتضب لها أوضحت أن انطلاق الصاروخ كان من منطقة أبو غريب ولم يتسبب بخسائر تذكر. أعلنت خلية الإعلام الأمني أن طائرة مسيرة تركية استهدفت مساء أمس عجلة تابعة لعناصر حزب العمال الكردستاني. الخلية وفي بيان لها ذكرت أن العجلة كان بداخلها 3 أشخاص من عناصر الحزب قرب مزار شرف الدين في سنجار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني لا سياسي. الكاظمي أشار خلال ترأسه اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات إلى أن الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ويجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء الشعب العراقي، مبينا أن الحكومة تحاول إعادة الثقة بالأجهزة الأمنية من أجل فرض القانون. عندنا تحديات، هاي التحديات نحلها من كلنا نقعد نتعامل ويا موضوع من جانب فني بحت وليس من جانب سياسي. اذا اخذناه من جانب سياسي ما احنا نوصل الى نتيجه. المطلوب نعمل جميعا لخدمه ناسنا، حمايه كرامتهم، حفاظه كرامتهم. اتمنى من الساده المحافظين، من الساده الوزراء، العمل على تذليل كل تحديات عمل المحافظات. اتمنى ان يكون ادانا بمستوى متطلبات ناسنا، واقول لكم بكل صراحه كلياتكم عندكم تحديات والحكومه عندها تحديات، وما نقدر نعطي للناس كل شيء، نقدر نوفر الحد الادنى. احنا قاعد نبحث عن الحد الادنى، ما قاعد نبحث عن الحد الاقصى. فاتمنى يكون حوارنا متطلباتنا واقعيه، لا تصير كانما هي متطلبات انتخابيه. الجهاز الامني تعرضت الى وضع صعب في السنه الماضيه، الان قاعد نحاول نعيد ترتيب الثقه بهذه الاجهزه حتى ننطلق لفرض القانون وهيبه القانون. فخلنا نتعامل من موضوع من هذا المنطلق، روح الفريق، العمل الواحد وتدليل عقبات. فاتمنى من الساده الوزراء اقصى ما يمكن من تدليل عقبات تتوفر، فريق عمل متابعه للمشاريع المتلكئه. أعلنت رئاسة مجلس النواب جدول أعمال جلسة اليوم الاثنين، والذي ضم 11 فقرة تنوعت بين قراءة أولى لقوانين واستكمال قراءاته قوانين جديدة. وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن البرلمان سيكمل التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي ومناقشة تقرير مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا وعدد من مشاريع القوانين الأخرى.
محافظ واسط محمد جميل المياحي أكد من جانبه أن الاجتماع مع رئيس الوزراء وبحضور 6 وزراء ناقش 4 محاور رئيسة. المياحي وخلال استضافته في نشرة سابقة أشار إلى أن أبرز ما تمت مناقشته أزمة فيروس كورونا، وخصوصا خلال زيارة الأربعينية والمشاريع المتلكئة بالمحافظات. 4 محاور رئيسية اليوم تم مناقشتها في الاجتماع بحضور أكثر من 6 وزراء. هذا الاجتماع مهم في هذا اليوم، كان مشترك بين وزارات ومحافظين، ملفات رئيسية بحضور الوزراء تم مناقشتها لإيجاد حلول لها. تم مناقشة 4 ملفات رئيسية: الأزمة الصحية وكيفية التعاون بين المحافظات ووزارة الصحة حتى كي لا يكون لدينا انتكاسة بالجانب، وخاصة في مواجهة فيروس كورونا ونحن مقبلين على زيارة 40، أزمة الكهرباء والتهيؤ من الآن إلى العام القادم، باعتبار احنا كعراق دائما بالصيف يلا نروح احنا نصير عندنا مثل فزعة نشتغل نريد نعالج الكهرباء. لا، السيد رئيس الوزراء اليوم كان محور أساسي كيفية توزيع عادل للإنتاج الكهرباء. أشار عضو لجنة النزاهة النيابية كاظم الشمري إلى أن لجنته تمتلك قاعدة بيانات كبيرة بشأن ملفات الفساد. الشمري أوضح خلال استضافته في نشرة سابقة أن لجنة النزاهة البرلمانية مستعدة لإسناد اللجنة العليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى. قاعدة بيانات موجودة من عام 2006 لحد الآن، مكدسة عندنا الملفات المتعلقة بالفساد. في كل سنة ندفع بأعداد كبيرة إلى هيئة النزاهة إلى دائرة الادعاء العام، وفي هذه المناسبة حقيقة وبمناسبة تشكيل هذه اللجنة لدينا الاستعداد الكامل والمطلق والكبير في إسناد هذه اللجنة بالمعلومات المطلوبة وبالملفات المطلوبة. نعم. أمام هذه اللجنة مسؤوليات كبيرة، علينا ألا يعني نحبط يعني جهودهم ونقول أنه ما سووا شيء، وأيضا علينا ألا نتفائل كثيرا. شدد رئيس مجلس القضاء الأعلى فاق زيدان على أهمية أن تتقيد اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة التي يحيلها رئيس الوزراء. زيدان أشار خلال استقباله رئيس اللجنة الفريق أحمد أبو رغيف إلى ضرورة عرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل إلى اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة لإصدار مذكرات قبض أو توقيف حسب الأدلة القانونية، مؤكدا ضرورة التركيز على إعادة أموال الدولة ووضع ذلك ضمن أولويات عمل اللجنة والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الإداري والمالي وعرض النتائج على الرأي العام. أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية على جواد حميد استعداد الهيئة للتعاون مع اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة. وذكر حميد خلال لقائه رئيس اللجنة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف أن عمل الهيئة واللجنة تكاملي ولا يتقاطع، لكون الأخيرة تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الرقابية وجهات إنفاذ القانون وممثلين عن مؤسسات الدولة الأخرى وتعمل بإشراف القضاء. من جهتها أكد أبو رغيف أن عمل اللجنة تحت إشراف القضاء المختص، وأن اللجنة توفر الضمانات التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون للتحقيق. وفي خضم حملة مكافحة الفساد التي تقوم بها الحكومة للقضاء على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بالتعاون مع هيئة النزاهة لحسم نحو 13,000 قضية فساد، أكد نواب من لجنة النزاهة النيابية مراقبتهم لعمل لجنة مكافحة الفساد الحكومية. بحدود 13,000 قضية فساد مالي وإداري مفتوحة أمام هيئة النزاهة، والتي تتنوع ملفاتها بين مهمة وأخرى بسيطة من حيث حجم الفساد والشخصيات المرتكبة له بحسب أعضاء في لجنة النزاهة النيابية. أكدوا أهمية فتح ملفات ذات أهمية كبيرة في وزارات كالصناعة والتجارة والكهرباء والنفط وغيرها من الوزارات. الحديث النيابي أكد أن أهمية هذه اللجنة المشكلة لمحاربة الفساد تنبع من تنوع الأجهزة الاستخبارية فيها التي تسهم في جمع الأدلة ضد الفاسدين. نحن في لجنة النزاهة إلى الآن نراقب عمل هذه اللجنة ومخرجاتها،
فيما لو وجدنا يعني عمل هذه اللجنة مهني محايد لا يميل إلى جهة، لا يغطي على جهة إلى حساب جهات أخرى، بالتأكيد سنحول لها كثير من قضايا الفساد المفتوحة أمام اللجنة. خبراء القانون تحدثوا عن أن الحملة التي تقودها الحكومة ضد المفسدين تعمل على تعزيز حماية المال العام وفق المادة 27 من الدستور، كما إنها تعطي رسائل للعراقيين مفادها بالجدية في مكافحة الفساد بكل أنواعه. الخبراء أفصحوا عن أهمية أن تعمل هذه اللجنة بشكل تكاملي مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل أن تخطو خطوات مؤثرة فيما يتعلق بمحاربة الفساد. يفترض هذه اللجنة تكون تكامل مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية من أجل أن تخطو بخطوات واسعة ومؤثرة فيما يتعلق بمكافحة الفساد باعتبار أهم الأولويات المتعلقة بالمنهاج الوزاري للسيد مصطفى الكاظمي. مراقبون تحدثوا عن أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من القبض على الفاسدين ممن شغلوا مناصب تنفيذية رفيعة في البلاد. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد. شدد عضو لجنة التعديلات الدستورية ينادي مكنا على أهمية عقد اجتماعا مع المرجعيات السياسية لمناقشة جميع المقترحات المقدمة لتعديل الدستور. كان أكد خلال استضافته في نشرة الإخبارية الانتهاء من تعديل 122 مادة من الدستور. الآن نحن وصلنا المادة 122 اليوم، غدا سنبدأ مادة 123 وهكذا. فأريد أقول أنه احنا بحاجة إلى اجتماع لجنة التعديلات الدستورية مع المقترحات، سواء كان برئاسة جمهورية من غيرها، من نقابة محامين، من مواطنين، زائدا الرئاسات الكتل السياسية أو مرجعيات الكتل السياسية، خلي أقول مو رئاسة الكتل، لأن حتى رئاسة الكتلة لديها مرجعية سياسية تقبل أو ما تقبل. بعض الكتل اللي فشلت في الحكم، في إدارة، في سوء الإدارة أو الفساد، تريد تعلق أخطاء البلد و نهضة الجماهير بالشوارع تعلقها برقبة الدستور، هذا مو صحيح. الدستور ما يخص الجمهور مطالبه في الباب الثاني من مادة 14 إلى 46، يعني 33 مادة تخص الحقوق وكلها مكفولة، لا حاجة لتعديلها، لا حاجة، لأنها من الشرعة الدولية. لجان رئاسية وحكومية وبرلمانية تواصل نقاشاتها بشأن التعديلات الدستورية لحسم المواد الخلافية، في وقت أكد خبراء في الشأن السياسي أهمية مراعاة شكل النظام السياسي للدولة. ثلاث لجان شكلت بعضوية قانونيين وبرلمانيين ومتخصصين بهدف القيام بالتعديلات الدستورية، فالأولى رئاسية والثانية حكومية، فيما الثالثة برلمانية. الأولى أنجزت أعمالها وقدمت توصياتها، فيما الأخيرتان لا زالتا لم تنجز أي شيء حتى الآن. من أهم النقاط التي يجب مراعاتها في التعديلات الدستورية هي شكل النظام السياسي، باعتبار أن النظام البرلماني الذي بني على العملية السياسية التوافقية في العراق بعد عام 2003 فشل بشكل كبير وواضح في إدارة الدولة، فبالتالي يجب التفكير بنظام سياسي آخر، وهذا ما صرحت به المرجعية. لجنة التعديلات الدستورية المشكلة في رئاسة الجمهورية أخذت بعين الاعتبار جميع المواد الخلافية والحساسة، ووضعت لكل مادة منها عدة اقتراحات، والأمر يبقى أولا وأخيرا بيد مجلس النواب لاختيار الأفضل منها. المادة 140 مهمة جدا أنه تعدل مناطق المتنازع عليها، لأن هذا المصطلح مصطلح دولي وليس مصطلح في داخل دولة واحدة، وبالنتيجة أنا برأيي الكثير من المواد هي التي تحتاج إلى تعديل. محاولات رفع بعض المواد الصلاحيات التي تقع ضمن سلطة رئيس الوزراء ودفعها إلى رئيس الجمهورية، وبالتأكيد أن الدستور يتحدث أن رئيس الجمهورية يقع في منصب فخري، فكيف ترشد إليه مناصب تنفيذية؟ الكتلة النيابية التي تؤلف الحكومة الجديدة أو ما تعرف بالكتلة الأكبر هي من تفوز على الآخرين في الانتخابات التشريعية لا التي تتشكل تحت قبة البرلمان. هذا التعديل كان مثار جدل بين الأوساط السياسية. مويد الفرطوسي، العراقية الإخبارية، بغداد.
قال النائب محمد الشاع السوداني أن محكمة بدأت الكرخ أصدرت قرارها الخاص بتظلم شركات الهاتف النقال وهيئة الإعلام والاتصالات حول الأمر الولائي الخاص بإيقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال. وأكد السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر البرلمان أن الوثائق أظهرت توجيها بإيقاف إجراءات تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال. اليوم ولله الحمد 20/9 صدر قرار قاضي محكمة البداءة برد التظلمات وتأكيد الأمر الولائي بإيقاف إجراءات تمديد تراخيص الهاتف النقال. هذه كانت خطوة مهمة في الدعوة المقامة من قبلنا، وكذلك الدعوة التي أيضا أقامها مجلس النواب بعد تأييد 92 نائب كطرف متضامن مع المدعي. طبعا من حق الأطراف أن تذهب للتمييز، لذلك أعددنا خارطة طريق للبديل تتمثل بالركن الأساسي المهم وهو إطلاق الرخصة الوطنية الرابعة، وتم إعداد مقترح متكامل مدروس من قبل كل الجهات وتم تسليمه بكتاب رسمي إلى السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد لنا بشكل مبدئي التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح. أيضا سلمنا نسخة إلى وزير الاتصالات. أكد وزير النقل ناصر الشبلي أن ميناء الفاو سيتم ربطه بأوروبا ولن يؤثر عليه موانئ المنطقة. الشبلي ذكر خلال استضافته في نشرة سابقة أن ميناء الفاو الجديد سيكون البوابة الرئيسة للعراق. مخططين إلى 90 إن شاء الله رصيف يبنى في ميناء الفاو، وبالتالي راح يكون البوابة الرئيسية للعراق في المستقبل، خاصة وأن ميناء الفاو موقع مهم جدا في عرض البحر، ما راح يأثر عليه أي يعني تأثيرات أخرى. نعم. وأيضا احنا مخططين أنه نربط ميناء الفاو أيضا في سكة الحديد اللي تؤدي إلى يعني القناة الجافة إلى أوروبا، واحد واثنين بالتأكيد راح يعين كثير من الشباب البصريين في ميناء الفاو، قد تصل إلى عشرات الآلاف من العمالة تشتغل. طيب. في هذا الميناء اختارينا المكان اللي بيه الفاو، هو ما يتعارض ويا أي ميناء من الموانئ في المنطقة ولا قريب منها، وإنما اختارينا في منطقة بعيدة عن كل الموانئ. بعد أن وصلت نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير إلى مراحل متقدمة، زيارة ميدانية لوزير النقل للإطلاع على سير الأعمال ومعالجة الصعوبات التي تواجه الاتفاق مع الشركة المنفذة. خمس مشاريع أساسية يعتمد عليها إكمال ميناء الفاو الكبير تم التباحث بها بين وزير النقل ناصر حسين وشركة دايو الكورية أثناء زيارته البصرة والوقوف ميدانيا على المنجز من المشاريع السابقة. احنا الان في المراحل الاخيره للنقاش مع الشركه الكوريه لغرض اتمام العقود الخمسه اللي هي كاسر العفو النفق زائدا القناه زائدا حوض الرسو وايضا الطريق المؤدي الى الطريق السريع. هذه المراحل حقيقه احنا الان في قيد النقاش حول المدة وحول المبالغ التي تتقاضاها هذه الشركة. مراحل اكتمال المشاريع في ميناء الفاو الكبير تجري بالتسلسل المخطط لها وفق الأولوية والأهمية، بعد الانتهاء من كاسري الأمواج الشرقي والغربي والبدء في المرحلة التالية من المشاريع المكملة لها. التصميم فالتصميم ثابت لا يمكن التلاعب به، لأنه هناك شركة إيطالية مستشارين إيطاليين يشرفون على تطبيق ما تم تصميمه من قبلهم. هذه العقود لو اكتملت الميناء يصبح شبه جاهز، يعني تبقى بعض الأعمال التكميلية اللي هي يعني بعض البنى الفوقية نسميها ساحات، بعض الأبنية، تجهيز معدات ويشتغل الميناء. المشاريع التي تم التباحث بها هي عقد إنشاء أرصفة الحاويات وعقد حفر حوض الميناء وعقد حفر القناة الملاحية وغيرها، والتي بدورها تنتهي بالمراحل الأولى لمعالم الميناء بشكل كامل. بعد أن كان الحديث عن إكمال مشروع ميناء الفاو الكبير ضرما من الخيال، وزير النقل العراقي يصل المشروع ويتباحث مع شركة دايو الكورية من أجل توقيع خمسة مشاريع مهمة، من مشروع ميناء الفاو الكبير في البصرة. علي عبد العزيز، العراقية الإخبارية.
قضاء أبو غريب يشكو لسنوات من غياب مشروع الصرف الصحي وأبسط مقومات الحياة، الأمر الذي يدفع أهالي القضاء إلى الاستعداد لموسم الأمطار مع اقتراب فصل الشتاء، في الوقت الذي يؤكد القائمون على القضاء صعوبة تنفيذ المشاريع الخدمية على الرغم من المناشدات التي وجهت للحكومة. هاي الحفرة اللي مي مال المدرسة بالشتاء مو تفيض المدرسة يطلعون المي، فهسه احنا بيتنا بالصف متروس هسه حيايا وارضه. هذا هو حال من يسكن قضاء ابو غريب الذي يشكو سنوات من غياب مشروع الصرف الصحي. الاهالي اعدوا العدة لاستقبال موسم الامطار لكنها لا تقاوم غزارة المياه التي تغزو جميع الشوارع وحتى المدارس. واقع أفقد ساكني القضاء أبسط مقومات الحياة دون معرفة مصير المشروع ومتى ينفذ وهل هنالك أموال للتنفيذ. نعاني أكثر شيء والله بالشتاء من وراء المطر، تكرم النزاح ما يجي، بعشرين ألف نتوسل بيه ما يجي، المدرسة خلف الله عليكم عليهم وتجيبوا لنا درب دربين ينزحوهن والله بيوتنا تفيض. الساحات اللي موجودة من المدارس يم المولدات كلها تنترس مي، الشوارع تنترس مي وطين. قلت لك اكو بيوت تطبيها المي جو يعني للمطبخ. القائمون على القضاء بينوا صعوبة تنفيذ المشاريع الخدمية بعد توقف إجراءات مشروع الصرف الصحي، فالكثير من المناشدات والمخاطبات الرسمية وجهت للحكومات المتعاقبة لكن دون مجيب. أحياء القضاء ستجدها جميعها طرقها الداخلية منهكة ومتعبة ومليئة بالحفر، بالإضافة إلى ضغط تصريف مياه الدور إلى الشوارع. كل هذه الأزمات وهذه المشاكل قد عرضت قضاء أبو غريب إلى الكثير من المعضلات الكبرى. رغم أهمية هذه المشاريع لكنها لم تحظى باهتمام الموازنات المالية للأعوام الماضية، حتى أصبح ضعف التخصيصات أهم أسباب تعطيل أربعة مشاريع للصرف الصحي في العاصمة مع قرب موسم الشتاء، من ضمنها قضاء أبو غريب فضلا عن الروتين والفساد في بعض مؤسسات الدولة. كل الإجراءات البديلة اللي ممكن نسد عن هذا المشروع هي غير فعالة وغير مقنعة. فقط في وزارة المالية كان أكو بيروقراطية صراحة، لأنه كتابهم صريح جدا بإيقاف إعلان هذه المشاريع وتحويلها إلى الاتفاقيات أو القروض. الإيقاف تم في ساعتها لكن التمويل بين القروض والاتفاقيات لم يكن فعالا بصورة صحيحة. قضاء أبو غريب قد يكون المدينة الوحيدة في العراق بشكل خاص والعالم بشكل عام يتمنى ساكنيها عدم هطول الأمطار في فصل الشتاء، والسبب واحد هو عدم وجود مشروع للصرف الصحي، معاناة أثرت على بقية المشاريع الخدمية رغم تأكيد الجهات المسؤولة إكمال كافة الإجراءات والتصاميم الهندسية للمشروع لكن لم يكتب له التنفيذ منذ أكثر من 9 أعوام. من قضاء أبو غريب غربية العاصمة، حسن الفواز، العراقية الإخبارية. في مكابي النفايات يستمر عمل نساء وأطفال نبذتهم الحياة باحثين عن لقمة العيش في زمن كورونا، معرضين أنفسهم لخطر الأمراض الفتاكة ناهيك عن النظرة الاجتماعية التي تحاصرهم. هؤلاء يبحثون لساعات طويلة في المكبات والنفايات عسى ولعل أن يحصلوا على شيء لبيعه لإعالة عوائلهم، والجميع يدرك مدى خطورة ذلك لا سيما ونحن في زمن كورونا. هل للجهات المعنية الدور للحد من ذلك أم ماذا؟ فئات عمرية نسائية ورجالية يبحثون عن الحياة في بيئة لا حياة فيها هنا في ديالة. النفايات والمكبات الممتدة لألاف الأمتار أصبحت بيئة خاصبة لإعالة هذه الشريحة باعتبارها مصدر رزقهم، يعتاشون عليها بملازمتهم لها رغم الانعكاسات البيئية ووباء كورونا المتفشي. يعني هي رغم الأزمة مع الكورونا احنا مجبورين نجي نشتغل هنا، وشي صار منها يعني واحد ينجبر يجي يشتغل هنا لأن عيشة ماكو. من الظلم بطلنا وجينا نشتغل هنا بالزبالة، لا يعلون بالشغل كالناس هم أحسن أحسن منها العيشة. مكتب حقوق الإنسان والجهات المعنية في ديالة أكدت على ضرورة إبعاد هؤلاء الصغار والشباب عن هذه المكبات بوسيلة أو أخرى لما لذلك من آثار سلبية على حياتهم، لكن وعلى ما يبدو صعوبة الحياة تحول دون ذلك. طبعا عملنا في موقع التمر الصحي كنعان التابع لمديرية بلدية بعقوبة على عدم دخول النباشة إلى هذا الموقع من خلال تزويد الموقع بمراقبين.
نحن كمفوضية حقوق الإنسان في ديالى طالبنا ونطالب باستمرار بتوفير مصدر دخل ثابت لهؤلاء الشباب أو لعوائل هؤلاء الأطفال لكي لا يجبروا على العمل في هكذا أماكن صعبة. لقناة العراقية الأخبارية شاكر الوندي ديالى. في الموقف الوبائي سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة أمس 4052 حالة شفاء ليصل بذلك إجمالي نسب الشفاء نحو 80% من جميع المحافظات. وكشفت الوزارة أيضا عن رصدها إصابة 3438 حالة وفاة و64 طبعا حالة وفاة. أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت عدم السماح لأي من الوافدين الأجانب للدخول إلى العراق باستثناء الوفود الرسمية. التميمي أشار في مؤتمر صحفي إلى أن هناك سلالات جديدة ظهرت من فيروس كورونا وأن هذا الإجراء جاء لضمان عدم دخول تلك السلالات إلى البلاد. العراق اتخذ قرارا من خلال اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بغلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال أي وافدين من جانب من خارج العراق بالوقت الحاضر باستثناء الهيئات الدبلوماسية. طبعا هذا القرار هو قرار لحفظ الأمن الصحي العراقي. كما تعلمون قد تكون هناك سلالات جديدة ظهرت لهذا الفيروس في بعض الدول غير موجودة بالعراق، وبالتالي وفود أي أجنبي إلى العراق قد يؤدي إلى انتشار نوع آخر من هذه السلالات. أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبد الله السند قال إنه تم تسجيل 385 إصابة جديدة بالفيروس، مشيرا إلى أن 670 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعة 24 الماضية. فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 11 حالة وفاة و1006 إصابات جديدة بكورونا خلال الساعة 24 الماضية. الوزارة أكدت أن هذه الحصيلة هي الأكبر على أساس يومي تم تسجيلها منذ تفشي الوباء، مبينة أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 29,303 حالات. في سوريا سجلت وزارة الصحة حالتي وفاة و37 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. الوزارة وفي بيان لها أشارت إلى تماثل 14 حالة للشفاء، فيما أكدت أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 903 حالات، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 165. سعوديا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا. الصحة أكدت أن 27 شخصا توفوا خلال الساعات 24 الماضية، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 4485 حالة، مبينة أنها سجلت 1009 حالات تعاف جديدة من الفيروس. يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على أكثر من 24 شخصية وكيانا بسبب المشاركة في البرامج النووية والصاروخية والأسلحة التقليدية الإيرانية. وذكر مصدر مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب سيصدر اليوم الاثنين أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على الأطراف غير الأمريكية التي تتعامل في مجال بيع الأسلحة التقليدية أو شرائها مع إيران. وكانت أمريكا أعلنت عن استئناف العقوبات ضد إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ من جانبه مجلس الأمن الدولي أنه لا يستطيع اتخاذ أي إجراء إزاء الإعلان الأمريكي بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران. غوتيريش قال في رسالة للمجلس أنه يوجد شك بشأن ما إذا كانت العملية قد بدأت بالفعل وإذا كان إنهاء العقوبات لا يزال ساري المفعول، مبينا أنه لا يمكن للأمين العام أن يمضي قدما في ظل هذا الشك.
فيما انضم وزراء خارجية كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى مسؤولي الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في التأكيد على أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في أن تعيد بشكل أحادي فرض العقوبات الأممية على إيران. وأكد بيان مشترك للدول الثلاث أنه من خلال الانسحاب من الاتفاق في عام 2018 فقدت الولايات المتحدة القوة القانونية لتفعيل ما يسمى بآلية العودة التلقائية للعقوبات. فيما أوضح البيان أن أي قرارات وإجراءات يتم اتخاذها بناء على هذا الإجراء أو على نتيجته المحتملة لا يكون لها أي أثر قانوني. بعد أن هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعودة العقوبات على طهران، أكدت إيران على لسان الناطق باسم خارجيتها على أن واشنطن عليها العودة إلى المسار الذي اختاره المجتمع الدولي تجاه طهران والعمل بواجباتها، مبينا أن الولايات المتحدة فشلت باستخدام آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي. على واشنطن العودة إلى المسار الذي اختاره المجتمع الدولي تجاه إيران والعمل بواجباتها. إنها رسالة بعثها الناطق باسم الخارجية الإيرانية بعدما وصفه بفشل الولايات المتحدة باستخدام آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي. ويأتي موقف طهران هذا بعد انتهاء فترة 30 يوما التي هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بعودة العقوبات الدولية الشاملة من خلال استخدام هذه الآلية إذا لم تتوصل بلاده إلى اتفاق جديد مع طهران. الاتفاق أنه واضح جدا أنه لا يستطيع بناء على بنوده أي دولة أن تتخذ قرار بمفردها، وما صدر من قبل الولايات المتحدة هو يتعارض مع بنود الاتفاق النووي، حيث أن هذه الدولة ليس فقط انتهكت البنود للاتفاق النووي بل هي انسحبت من هذا الاتفاق وأساسا لا يحق لها أن تستخدم آلية الزناد. وقد أصدر الشركاء الأوروبيون في الاتفاق النووي بيانا أكدوا فيه أنه ليس للولايات المتحدة حق باستخدام ما نص عليه الاتفاق، وأشار بيان المنسق الأوروبي أنهم يرغبون بالحفاظ على الاتفاق لأنه ركيزة أساسية لبنية النظام العالمي في عدم انتشار الأسلحة النووية. هناك انقلاب أوروبي، يعني الدول الثلاثة فرنسا ألمانيا وبريطانيا هم امتنعوا عن الاستجابة لترامب لطلب ترامب فيما يتعلق بتمديد الحظر التسليحي على إيران، واليوم أيضا آلية سناب باك هي أيضا سوف ترفض من قبل الجانب الأوروبي. على حال الجانب الأوروبي يشعر بخيبة أمل ويشعر بأن الولايات المتحدة الأمريكية عملت لغير صالحهم. ورغم التهديد الإيراني بالرد بحزم على أي إجراء يمس سيادتها أو ما يشمل حقوقها المنصوص عليها في المواثيق الدولية، إلا أن الرئيس حسن روحاني طالب بعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي للاستفادة مما منصوص عليه فيه، وبالتالي فتح آفاق جديدة للحوار الثنائي. واعتبر الرئيس روحاني أن الدبلوماسية الإيرانية سجلت نصرا كبيرا اليوم، وأن بلاده مستعدة للعودة إلى كافة التزاماتها في الاتفاق كامل التزاماتهم. دريد زهر، العراقية الإخبارية، طهران. دريد زهر يبقى معنا لكن هذه المرة مباشرة من طهران عبر سكايب، مرحبا بك دريد. يعني كيف تعامل الداخل الإيراني مع هذا الإعلان الأمريكي حول العقوبات المحتملة أمريكيا ضد شخصيات وكيانات في إيران؟ تحية طيبة. يعني على الصعيد الحكومي كما أشار الرئيس روحاني بأنه يوم للانتصار، يوم انتصار الدبلوماسية الإيرانية على ما وصفه بالعنجهية الأمريكية. يعني البيان الذي أصدرته الترويكا الأوروبية وموقف غوتيريش بأنه لا يوجد هناك مبرر أو مسوغ قانوني لعودة هذه العقوبات الدولية على إيران هو مؤشر على انتصار إيران، كما أشار الشيخ روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية. طبعا على صعيد أيضا ما تحدث الناطق الرسمي باسم
يعني وزارة الخارجية الإيرانية حدد بأن عدم وجود مسوغ قانوني للولايات المتحدة لتفعيل مثل هذه الآلية وهي التي خرجت في الشهر الخامس من عام 2018 من لا يسمح لها باستخدام هذه الآلية، وبالتالي كل ما يقوم به أو ما تحدث به بومبيو خلال الفترة الماضية لا مسوغ قانوني له، وأن إيران طيب. لن تقف مكتوفة الأيدي إذا حدث هناك أي اعتداء على السيادة أو طيب دريد على مصالحها المنصوص عليها. دريد، يعني إيرانيا سواء في الإعلام أو في الأوساط السياسية، هل تمت مناقشة أن هذا الإعلان جاء بعد يوم واحد من دخول حاملة الطائرات الأمريكية المصحوبة بطرادين وقطع بحرية أخرى، يعني قوة قتالية أمريكية بحرية دخلت إلى مضيق هرمز، بالتالي جاء هذا الإعلان، هل هناك أي ربط من الجانب الإيراني بين هذا الحدث وذاك؟ في الحقيقة دخول الحاملة الطائرات الأمريكية يوم أمس صاحبه كلام من قائد الحرس الثوري سلامي، حينما قال بأن إيران مستعدة لجميع السيناريوهات وأنها ستكون لها اليد الطولة في مواجهة أي اعتداء عليها. إذن هناك كان يعني رسالة كانت تهديد بالنسبة إلى إيران، ولكن إيران عولت على الموقف الدبلوماسي في مقابل التصعيد الأمني والعسكري. يعني إيران تنظر بأن مشروعية ما تقوم به في مواجهة الضغوط الأمريكية قائم على أسس قانونية دولية، وهو في الحقيقة تعول على أن يكون هناك موقف لمجلس الأمن الدولي حيال يعني العقوبات الأحادية الأمريكية، وهو في الحقيقة ما صدر يعني من ترويكا الأوروبية يوم أمس، ويعني عدم اعترافهم بهذه الخطوات الأمريكية رغم أن هناك تصعيد وهناك تهديد بالنسبة للجانب للجانب الإيراني من قبل الولايات المتحدة طيب. الأمريكية. طيب دريد، يعني أوروبيا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، الدول التي يعني تدعم بشدة الاتفاق النووي ولا تزال محافظة عليه، وهي تقريبا بالضد من الموقف الأمريكي، ما طبيعة الاتصالات الإيرانية بهذه الدول؟ يعني حقيقة إيران لا ترى بأنهم شركاء جديون، لأنهم لم يوفوا بالتزاماتهم خلال الفترة الماضية وخصوصا في الملف التجاري والاقتصادي. يعني إيران خفضت لخمس مراحل من التزاماتها، وهذه التخفيضات كانت منصوص عليها في الاتفاق النووي، مما يعني بأنها كانت تدري مسبقا بأن الأوروبيون سيخضعون طيب. للضغوط الأمريكية، ولكن في المقابل الأوروبيون يعلمون بأنه هو الحل الوحيد، هذا الاتفاق هو الحل الوحيد من أجل عدم يعني حدوث سباق تسلح نووي في المنطقة طيب. وما يهدد السلام العالمي، وهناك أيضا تهديد إيراني بالخروج من معاهدات يعني انتشار السلاح النووي في واضح. حال هنا 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 سؤالي دريد، يعني بخلاف انتظار التحرك العسكري الأمريكي والرد الإيراني إذا كان يعني هذا السيناريو مطروحا، ما الخيارات الأخرى المطروحة، ما الحلول أو أوراق الضغط الموجودة لدى طهران على هذه الخطوة الأمريكية؟ يعني بالعودة إلى البيان، بيان الترويكا الأوروبية الذي قال بالحرف الواحد بالنص بأن هذا الاتفاق هو الذي يسمح بمراقبة البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي يعني سيقف أمام طموحات إيران النووية ويبعد شبح الانتشار النووي من المنطقة. من هذه النقطة إذا كنا نريد أن نذهب بعيدا، يعني إذا بقى الاتفاق النووي على شاكلته كما هو، ستبقى إيران ضمن دائرة محاولاتها للالتفاف على هذه العقوبات والسعي لحصولها على نعم. مواردها المالية المجمدة في واضح واضح والتي لم اتضحت الفكرة منها حتى لشراء الأدوية. نعم نعم، شكرا لك مراسل العراق الإخبارية من طهران دريد زهر، كنت معي عبر سكايب. اشترطت الحكومة اليونانية خفض التصعيد لإجراء مفاوضات مع تركيا بشأن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس قال إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع تركيا في ظل التهديدات، مشيرا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو اتخاذ قرار بشأن العقوبات في القمة الأوروبية ليتم فرضها لاحقا اعتمادا على سلوك تركيا.
فيما دعا وزير الدفاع القبرصي كارا لامبوس بيدرسوس الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا على خلفية تصرفاتها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. بيدرسوس أوضح في تصريح صحفي أنه لا ينبغي التقليل من شأن العدوان التركي شرقي البحر الأبيض المتوسط، مبينا أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يهتم بالوضع واتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. في هذه الأثناء أعربت الرئاسة التركية عن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع اليونان بشأن مطالبات كل منهما في البحر الأبيض المتوسط. باسم المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قلن اعتبر خلال تصريحات صحفية أن تهديد زعماء الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على أنقرة لن يجدي نفعا، مشيرا إلى أن الأجواء أصبحت في هذه المرحلة أكثر ملائمة بكثير لبدء المفاوضات. يأتي ذلك فيما قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية إنه لا يمكن إجراء مفاوضات مع تركيا في ظل التهديدات. وعبر سكايب تنضم إلينا مباشرة من أنقرة أو من إسطنبول مراسلة العراقية الإخبارية الزميلة إيبك أوستوك. مرحبا بك إيبك. يعني على ما يبدو فإن الرئاسة التركية أعلنت استعدادها لإجراء الحوار مع اليونان بشأن البحر المتوسط أو شرقي البحر المتوسط، ما خلفية هذا الإعلان؟ لماذا أصبحت الآن تركيا مستعدة للتفاوض؟ نعم، أحييك علي وأحيي جميع المشاهدين. تركيا شعرت بخطورة الموقف، خصوصا وأن الاتحاد الأوروبي بدأت بضغوطات وبدأت بفرض بعض الشروط والضغط على تركيا من أجل التراجع و سحب سفينتها سفينة أورتشريس من شرق المتوسط. هذه كانت العوامل الخارجية التي أدت بتركيا إلى سحب السفينة واتخاذ خطوة إلى الوراء من أجل حل الأزمة. أما بالنسبة على الصعيد الداخلي فهناك أيضا أزمات داخل تركيا، خصوصا الأزمات الاقتصادية التي يعني تشهدها البلاد والنزيف المستمر للليرة التركية أمام الدولار الأمريكي وزيادة الضرائب. هذه جميعها أدت بتركيا إلى اتخاذ خطوة إلى الوراء والعزوف عن إجراء تنقيب للغاز في شرق المتوسط، خصوصا وأن هناك اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي يومي 24 و25 من الشهر الجاري من أجل مناقشة الموقف التركي وفرض عقوبات على تركيا بسبب تصرفاتها والخطوات والنشاطات التي تقوم بها في مياه شرق المتوسط. طيب، طيب هذه جميعها واضح كانت عوامل من أدت إلى اتخاذ أنقرة خطوة إلى الوراء وسحب سفينة التنقيب التي أرسلتها بداية هذا الشهر إلى مياه البحر المتوسط. طيب أبيك، يعني هذه الخطوة التركية إلى الآن هل لاقت أي ردود أفعال سواء يونانية أو أوروبيا؟ هل هناك ردود أفعال؟ ثانيا، لماذا تعلن تركيا أنها لا تتخوف من أي إجراء أوروبي تجاهها؟ وقد لقت يعني ترحيبا او اهتماما من قبل جميع الدول الاوروبيه، فهذه كانت مبادره من قبل تركيا على انها يعني حسن النيه من اجل الجلوس والتحاور والوصول الى نتيجه ترضي جميع الاطراف دون التطرف والتزمت لراي دوله يعني طرف واحد او جهه واحده. فقد بادرت اليونان كذلك بالترحيب بالمبادرة التركية بخصوص سحب السفينة من الشرق المتوسط، خصوصا وأن هناك مشاورات بين المستشارين حاليا بين مستشاري الدولتين من أجل إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف دون ضرر أي طرف. وقد أدلى المتحدث باسم الخارجية اليونانية بتصريحات قال فيها
بأن التشاورات إذا وصلت إلى نتائج مرضية قد تؤدي إلى إجراء لقاء بين رؤساء الدولتين والجلوس حول طاولة المفاوضات. واضح. شكرا شكرا إبك أستوك يعني مراسلة العراقية الإخبارية من إسطنبول، شكرا لكل هذه المعلومات. إذن المشاهدين هذا تذكير بأبرز ما جاء في النشرة. طائرة تركية تقصف عجلة في سنجار وسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد. البرلمان يدرج تعديل قانون المحكمة الاتحادية والضمان الصحي على جدول أعماله لجلسة اليوم. وبعد زيارة ميدانية وزير النقل يؤكد عدم تأثر ميناء الفاو بموانئ المنطقة ويتحدث عن آلاف من فرص العمل. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على طهران وأوروبا تحذر من إدخالها حيز التنفيذ. هذا ختام هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.